هل إجابة الدعاء له عدة مواطن؟ ذلكم أن معرفتي بها بسيطة، فأذكرها لكم لتصححوا معلوماتي جزاكم الله خيرا. منها السجود، وأيضا وقت الأذان، وبين الصلاة والإقامة، وفي وقت السحر، ويوم عرفة، وليلة الجمعة. وجهوني، هل هذه المعلومات صحيحة؟ وهل توجهوني إلى مواطن أخرى جزاكم الله خيرا؟ نعم، الدعاء قبول الدعاء له أسباب، ومن أسبابها تحري الأمثلة الفاضلة والأزمنة الفاضلة والحالة كذلك، حالة الداعي. أما الأمثلة الفاضلة مثل المساجد لبيوت الله سبحانه وتعالى، مثل الحرمين الشريفين، أن هذه هي المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، كذلك المشاعر المقدسة مثل عرفة ومزدلفة ومنى، أن هذه هي المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. والأزمنة مثل آخر الليل وقت السحر، وقت النزول الإلهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يقع ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، ولا يزال كذلك إلى السحر، وذلك في كل ليلة: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وهذا نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزول خلقه، لأن لله جل وعلا صفات تليق به وبعظمته، فنحن نثبته كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتعرض لكيفية وسائر صفاته. وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء يوم عرفة، كما ذكر في السائلة، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ليلة القدر، وهي في رمضان. الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، إلى آخر السورة. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر، فهي من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. وكذلك شهر رمضان عموما من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، شهر رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال في الآية التي بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ففي ذكر هذه الآية بين آيات الصيام دليل على أن شهر رمضان وحالة الصائم فيه أنه مما يرجى فيه إجابة الدعاء. وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ساعة في يوم الجمعة، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح، فيه ساعة يعني يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا استجيب له. وهذه الساعة خفية في هذا اليوم لأجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم، كما أن الله أخفى ليلة القدر في شهر رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في كل الشهر، لأجل أن يحصل له أجور، لأن يصادف ليلة القدر ويزيد على ذلك الاجتهاد في الشهر، ويكون له زيادة أجر، كذلك يجتهد في يوم الجمعة كله من أجل أن يصادف هذه الساعة ويزيد على ذلك الاجتهاد في هذا اليوم. وكذلك من الأحوال التي يجاب فيها الدعاء حالة السجود، قد جاء في الحديث أن أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد، وقال الله تعالى: واسجد واقترب، يعني اقترب من ربك، لأن الساجد يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فليس في ذلك دعاء مشروع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل للإمام أحمد رحمه الله: بعد الإقامة تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس من المواطن التي يتحرى فيها الدعاء، لكن لو دعا فيها الإنسان بعض الأحيان من غير ترتيب ومن غير مداومة فلا بأس بذلك.